الأهلي يهزم سموحة 2-0 ويواصل انتصاراته وصدارته للدوري منفردا. كابتن شريف ألف مبروك. مبروك مبروك كابتن أيمن، 3 نقاط، مبروك الاحتفاظ بالمقدمة، وناقص ماتشين ويبقى بنبعد خالص عن حكاية الاحتفاظ بالبطولة السنة دي، وبإذن الله إن شاء الله نحسمها بدري بإذن الله. الحمد لله. وبعدين رمضان ده آخر مباراة خلاص في رمضان بالزبط. الحمد لله، وأعتقد إن اللعب بدون صيام أو الحالة الطبيعية لما بترجع للعيبة أعتقد هيبقى في شكل تاني، بداية من مباراة الرجاء بإذن الله. بإذن الله ربنا. شوط تاني حاولنا الاحتفاظ بالكورة كتير جدا، حاولنا إن احنا على رأي بلال نعمل فريزن للجيم، ولكن في مطلب أقوى كان إن هو لازم تعزز الهدف عشان أي حاجة ممكن تحصل. شفنا كم كونتر اتاك كده، كونتر اتاك بيتسبب فيه النادي الاهلي برضو، مش اي حد تاني، من الميز باص اللي بيحصل او الهجوم اللي من غير حسابات او تمركز. مش هيقدر مروان عطيه يشيل نص الملعب ده، ونرجو ان الحاجات دي كلها تدرس في المباراه اللي جايه باذن الله. الرجاء غير، الرجاء هيجي هنا عندك في مصر، طمعانه انه يرجع بنتيجه ايجابيه على اساس انه يحقق نتيجه ايجابيه بالنسبه له هو في ملعبه. لكن هذه المباريات زي ما الكباتن دايما بيقولوا اهم ما فيها 3 نقاط، ليس بقى الكلام على الاداء او التغييرات او اللعيبه اللي بتنزل مش عندها مساحه انها تقدر تفرد فردياتها وتفرد تغيير في الاداء او تغيير في التحكم في زمام المباراه. دي مباراه اصبحت بعد الهدف والسحبه بتاعه كهربا اللي هو بيملكها وبيحرز الهدف الثاني، اعتقد هي دي الحاجه اللي عملها في المباراة النهاردة. ده أنا عايز أوصل لك، لأن رأس الحربة مش مطلوب منه غير كده، مطلوب منه أنه في لحظة يغير لك النتيجة، في لحظة يستثمر أي كرة بتجيله، وإن كان كهربا استثمر الأصعب، ما استثمرش في أول شوط الأسهل يعني. صحيح. مبروك لشريف النهاردة الهدف اللي جابه الأولاني، الحقيقة ما اتكلمناش عنه في بين الشوطين، بين الشوطين، وقلنا إن شاء الله نديله حقه فيه بعد المباراة. في لعيبه عندك ستاندر زي عبد المنعم ومروان عطيه ومحمد هاني، ولعيبه بتحاول يبقى لها وجود. وانا بالنسبه لي ده اداء رمضاني، يعني من اول ما لعبنا في رمضان انا مش شايف ان اللعيبه هتقدر تطلع اكتر من اللي انت بتشوفه ده. فالف مبروك ال3 نقاط. ما حدث في اخر المباراه هو ده اللي ما كنتش احب انا اشوفه ولا احنا بصراحه. انت قبلها بثانيه او قبلها ب3 دقائق قلت لي يعني لو هيغير يغير، يغير الشناوي ينزل علي لطفي، وكان السما بتلاقينك تقول ايه يعني. لكن ما شاء الله وبركه، ما شاء الله بركه. لكن الضغوط على الاجهزه الفنيه واللعيبه اللي قاعده بره والسكواد اللي هو نفسه يبقى موجود عنده بالنسبه للمباريات اللي جايه، وخاصه مباراه الرجاء، عنده ترتيبات تانية، عنده كل الجاهزية. وإن كنت بقول لك إن كل اللي بيحصل ده في صالح أيمن أشرف، أيمن أشرف كان لازم يبقى من أحد الناس اللي هي كانت موجودة النهاردة، كويس؟ إنما في أسباب كتير قوي بتحصل في الكورة، وأنا بقول لأيمن ما تزهقش وما تقلقش وخليك دايماً تحت الطلب، أنت لعيب كويس وكنت لعيب منتخب وكل حاجة، وإحنا من هنا بنعضدك وبنقف جنبك، و هتيجي. مفيش لعيب في السكواد بتاع الاهلي كله مش هتجيله فرصه، انما احنا ما نعرفش ايه اللي بين السطور او الحاجات الفنيه اللي بينها وبين الجهاز الفني يعني، وده حق ايمن اشرف لينا ان احنا نحاول نقف جنبه في هذه الفتره يعني، ونتمنى انه يكون موجود معانا باذن الله في الفتره اللي جايه، لعيب كويس وان شاء الله يكون له دور كبير يعني. اللعيبه كلها اللي بتاخد حاجات صغيرة أو مساحات صغيرة، هو ده النادي الأهلي، هو ده اللي هيقدر يدي، هو ده اللي أنت محتاجه في نهاية الموسم، وده اللي محتاجه تنهي بيه البطولة الأفريقية بإذن الله، وتنهي بيه الدوري العام وماتش السوبر اللي جاي بإذن الله. بإذن الله مبروك، وعقبال اللي جاي بإذن الله أداء ونتيجة بإذن الله. بإذن الله ربنا.